نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تشرح بها صدورنا وتيسِّر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أيها الأحبة، في كل سنتين مرة وبعد شهر رمضان أذكر نفسي وإخواني وأحبابي بضرورة الالتزام بصلاة الفجر من بعد رمضان، وهذا أمر يسير لأننا بفضل الله سبحانه التزمنا في رمضان الكثير منا بأداء صلاة الفجر في الجماعة. هذا يعني أن الإنسان قادر على أن يحقق هذا الخير، وأقول يعني من أعظم الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في سورة الإسراء حاثاً على الالتزام بالصلاة بالصلوات الخمس، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يعني أقم الصلاة يا محمد والمسلمون من بعدهم، الخطاب للمسلمين من بعده، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها من بعد الظهر إلى غسق الليل إلى اشتداد الظلمة، وهذا الوقت يدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم خص صلاة الفجر يعني أفردها بالأمر، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المفسرون يعني الله عز وجل يقول: وأخص قرآن الفجر، يعني هذه من آكد الصلوات، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف يعني كان مشهودا؟ يعني تشهده الملائكة، كل شيء ملائكة، ربنا سبحانه وتعالى خلقهم في المنطقة يأتون ليشهدوا صلاة الفجر، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ورديتين الحقيقة في الليل وفي النهار، يجتمعون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، الذين نزلوا من السماء يأتون إلى المسجد مباشرة ليصلوا الفجر، الذين كانوا في الليل يأتون إلى المسجد ليصلوا الفجر ليصعدوا إلى السماء، ومعهم دواوين العباد وأعمالهم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر. هاتان الصلاتان مجمع الملائكة، وخصوصا صلاة الفجر التي ذكرها الله عز وجل، وقرآن الفجر، القرآن الذي يتلى في المسجد في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها الأحبة، لا أريد اليوم أن أطيل، فاليوم يوم عيد. أضع بين أيديكم دراسة موثقة من 10 صفحات قام بها أطباء القلب في الأردن. قال: أكد خبراء في جمعية أطباء القلب في الأردن أن أداء صلاة الفجر في موعدها المحدد خير وسيلة للوقاية والعلاج، الوقاية والعلاج من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وهذه التي يعني الغالب ما يموت فيها كثير من الناس، أمراض القلب وتصلب الشرايين، والتي تؤدي إلى الجلطة القلبية والسكتة الدماغية. وجاء في البحث أن أحد أهم أسباب مرض القلب والتصلب تصلب الشرايين هو النوم الطويل لعدة ساعات، سواء كان هذا النوم في الليل أو في النهار. حيث أظهرت الدراسة، أيها الأحبة، هذه الآن دراسة علمية، أظهرت الدراسة أنه إذا نام الإنسان طويلاً تضاءلت عدد دقات قلبه، يعني القلب الطبيعي
يدق 70 دقيقة تقريبا في الدقيقة. عند النوم لفترة طويلة تقل هذه الضربات، ممكن تصل إلى 50 إلى 45. عندها يجري الدم ببطء لأن الدقات أصبحت، ضخ القلب ضعيف، وهنا يترسب حول الشرايين من داخلها الدهون والأملاح حول الأوردة والشرايين من داخلها، وبخاصة الشريان التاجي الذي يغذي بالدم من أعلاه، هذا يؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها، وبالتالي حينما يضيق مجرى الدم يضعف القلب مع الزمن، وهنا تحدث الجلطات والسكتات القلبية والدماغية. وشددت الدراسة على ضرورة الامتناع، ضرورة الامتناع عن النوم لأكثر من 5 ساعات، يعني بعد 5 ساعات لابد للإنسان أن يقوم. طبعا هذا ممكن يكون صعب، بس ولكن الإنسان بحاجة أن يفعله حتى يقي قلبه وشرايينه من هذه المشاكل. عدم النوم لأكثر من 5 ساعات، وبعد 5 ساعات لابد من حركة لمدة 15 دقيقة، بذل جهد بدني لمدة 15 دقيقة على الأقل، وهذا يتحقق بأداء صلاة الفجر في موعدها. يعني إذا نام الإنسان في 11:00 بعد 4 ساعات 5 ساعات يستيقظ لصلاة الفجر، يكون قد دخل وقت الفجر. كما يقول الأطباء، أطباء مسلمون طبعا، وأن تكون هذه الصلاة في المسجد، في أقرب مسجد إليك. فالمسلم الذي يقطع نومه ليصلي الفجر في الجماعة فهو يجري صيانة دورية يومية لقلبه ولشرايينه، وإضافة أنه ينال أجرا عظيما بهذه الصلاة. والذي لا يفعل وينام ساعات طويلة ومتأخرة فهو يحرم نفسه من هذا الخير. أيها الأحبة، الله ما فرض علينا شيء إلا وفيه كمال سعادتنا، ما أمرنا بشيء إلا وفيه كل الخير لنا، فالذي يحرم نفسه من صلاة الفجر يحرم نفسه من هذه الصيانة، فضلا إذا أنه نام إلى ما بعد طلوع الفجر يكون قد بال الشيطان في أذنيه كما ورد في الحديث. هنالك فائدة صحية أخرى أيها الأحبة، وهو أن الذي يحافظ على صلاة الفجر وخصوصا في المسجد ينال قسطا وافرا من غاز اسمه غاز الأوزون اللي هو O3. هذا الغاز أيها الأحبة أثبتت الدراسة، طبعا هذا الغاز يعني يكون في الأرض من بعد الفجر حينما يظهر الخيط الأبيض، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويبقى في الأرض على السطح إلى أن تطلع الشمس، يتضاءل إلى أن تطلع الشمس، فإذا ما طلعت الشمس اضمحل وذهب هذا الغاز. هذا الغاز أيها الأحبة هو له تأثير كبير على الجهاز العصبي، وكذلك منشط للعمل الفكري والعضلي، ويكون الإنسان في ذروة نشاطه خلال هذه الفترة. يعني يستطيع الإنسان أن يحقق أي شيء سواء كان فكريا عن طريق دراسة أو شيء مهني عضلي خلال هذه الفترة. لذلك أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. البركة في البكور أيها الأحبة، لئن كانت الصلاة ركنا من أركان هذا الدين، ولئن كانت الجماعة ركنا من أركان المجتمع يجتمع فيها المسلمون في المسجد، فصلاة الفجر في الجماعة هي ركن الولاية. والله أيها الأحبة ما من إنسان يحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إلا نال ولاية الله عز وجل. يكفينا أن الله عز وجل أقسم
قسما عظيما في القرآن فقال والفجر، والفجر يقسم بالفجر بوقت الفجر وبصلاة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لصاحب عقل وصاحب رأي. أيها الأحبة، أذكر في ختام هذه الخطبة بخمس فوائد للحفاظ لمن يحافظ على صلاة الفجر في الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، صار في حماية الله ورعايته. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تصوروا يا أخوانا النصف ساعة التي يبذلها الإنسان في صلاة الجماعة، صلاة الفجر، يكرمه الله بأجر قيام الليل كاملا، كأنه قام كل الليل صلاة وعبادة وذكرا وتقربا إلى الله، فقط بهالركعتين في المسجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الثالثة: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في فائدة صلاة الفجر، قال: لو يعلم الإنسان ما في هذه الصلاة لأتاها ولو كان يحبو حبوا زحفا من شدة مرضه. الأمر الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، في الظلم إلى المساجد، يعني الفجر والعشاء، بالنور التام يوم القيامة. وختاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وفي رواية: من حافظ على البردين، صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنهما طرفا الليل والنهار، من صلى البردين دخل الجنة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا. والله أيها الأحبة، هي عادة الحقيقة، عادة الحفاظ على صلاة الفجر عادة. يعني في أذكر ببعض الأمور التي تساعدك على المجيء إلى صلاة الفجر. أول شيء، إرادة هذا الأمر، أن تريد أن تستيقظ على صلاة الفجر. يعني إذا لم تريد، والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يوقظوك لصلاة الفجر لن تقوم، لأنك لا تريد في الأصل، أنت لا تريد أن تصلي الفجر في الجماعة. إرادة هذا الخير حينما تسمع أنك في ذمة الله، حينما تسمع أن إذا صليت الفجر في الجماعة كأنك قمت الليل كله. والله يا أخوانا نحن مقصرين، يعني يا دوب في الليل نقوم في رمضان نصف ساعة، ثلاث أرباع ساعة، ساعة. في خارج رمضان الكثير منا ليس له نصيب من الليل إلا الشيء اليسير. أن تكرم بصلاة الليل كاملا من خلال هاتين الركعتين في المسجد، لا تطل السهر بعد العشاء، حاول أن تنام باكرا حتى تستيقظ على صلاة الفجر. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، وكان ينهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، ينهى عن الحديث بعد العشاء. وينصح لمن أراد أن يأتي إلى صلاة الفجر أن لا يكثر من الطعام قبل النوم، وأن ينام على وضوء، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بأداء هذه الصلاة في الجماعة. وختاما أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر، اللي هن السنة يا أخوانا، السنة وليس الفرض، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. لكن متى يشعر الإنسان بقيمة هاتين الركعتين؟ حينما يغادر هذه الدنيا ويقف بين يدي الله، ويقف أمام ميزانه، وحين توزن أعماله وحسناته وسيئاته، حينها يعلم يقينا ما معنى هذا الحديث: ركعتا الفجر السنة، اللي ما كان يتركهن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في صحة، ما يتركهن أبدا. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطبة دافعة لنا لحضور صلاة الفجر في الجماعة. ووالله ثم والله ثم والله، من يكرمه الله بهذا الخير
سيتتابع عليه الخير، سيرى أثر هذه الصلاة وبركة هذه الصلاة ونور هذه الصلاة في كل مرافق حياته. والله في رزقك وفي صحتك وفي أولادك وفي هدوئك وسكونك وراحتك. جربها، يعني جربها 40 يوم، 40 يوم يعني، حتى تشعر بالفائدة التي يعني والثمرة المرجوة. داوم 40 يوم وشوف الخير الذي سيأتيك بعد هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالحفاظ على هذه الشعيرة في أدائها مع الجماعة في المسجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، وفرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين، وردنا إلى ديننا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.